بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام التواصل يستمر والتحديات تستمر على أرضية هذا الميدان على بركة الله وتوفيقه. ينطلق الشوط السادس في المجموعة المخصص للقعدان. نبدأ مع البداية مع شاهين خلفان بن سعيد بن عيلان المهير النقلة مع المركز الثاني مع شاهين مع شعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ قادم في ثاني الأسماء. بينما النقلة مع ثالث الأسماء مع شاهين حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي الدور دور المركز الرابع. وصل شاهين قادم سعيد بن علي بن محمد النعيمي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط. لكن نعود مع ابن عيلان ينطلق مع شاهين خلفهم بن سعيد بن عيلان المهيري. يقود هذه الاسماء يقود هذه الشعارات في البداية الاولى في الانطلاق الاول. يبحث ويطمح عن تسجيل النقطة الثانية في هذا الصباح. يقود هذه الاسماء مع شاهين. الله يا بن عيلون يقود هذه الاسماء يتصدر هذه الاسماء نحو الصدارة نحو المركز الاول. خلفون بن سعيد بن عيلون المهيري والسلامات الى اهل ارميله الى اهل ارميله. سلام من عيلون سلام تهانينا والناموس لخلفان بن سعيد بن عيلون المهيري على فوز شاهين. المركز الثاني شاهين لرغاش بن حمد بن خيرات العامري. وثالث الاسماء شعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ مع شاهين. ورابع الاسماء رابع الشعارات في رابع المراكز شاهين المبارك بن حمد بن سبعين المحرمي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء والتوقيت الزمني. دقيقتين ما شاء الله دقيقتين وتسع ثواني يتحطم التوقيت في هذا الصباح تحت أقدام شاهين لخلفان بن سعيد بن عيلان المهيري. السلام يا بن عيلان قام راس